ضوء الليزر يختلف في ايه؟ ضوء الليزر عن الضوء العادي. الليزر ده الضوء العجيب اللي له تطبيقات لا تحصى في الهندسة والعلوم والقياسات والطب وقطع المعادن وحاجات كتير قوي. يا ترى ضوء الليزر ده مختلف في ايه عن الضوء العادي؟ هنحاول نجاوب على هذا السؤال بطريقة مبسطة وسريعة في الخمس ست عشر دقايق اللي جايين دول. أنا الدكتور عبد الماجد عيسوي، أستاذ مساعد في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وحاليا بالجامعة الأمريكية في القاهرة. ده الإيميل بتاعي، وبسعد جدا بأي تواصل معاك والإجابة على جميع أسئلتكم. لو ضوء الليزر دوت بيحتوي على one specific wavelength wavelength of light، طول موجي وحيد، one specific wavelength of light. في الحقيقة ده تردد، دي نتيجة مباشرة لكونه خارج من ريزونانس سيستم. الليزر كافيتي اللي هو اتكون فيها، اللي في المكنة اللي عملته، فيها ظاهرة هندسية علمية اسمها ريزونانس. دي نتيجة طبيعية للظاهرة دي. إذن أول حاجة بتميز ضوء الليزر إنه جواه one specific wavelength of light. يعني إيه؟ جواه تردد وحيد، جواه طول موجي وحيد. يعني فاكرين زمان لو كنت اجيب ضوء ابيض واعديه في البريزم ده كان يطلع لي 7 الوان، فاكرينهم؟ لكن ضوء الليزر بقى لا، هو ما فيهوش غير لون واحد بس اصلا. الحكايه دي بنقول عليها مونوكروماتيك، هو اصلا ما فيهوش غير ويف لينث واحد وتردد واحد. فدي اول خاصيه فيه. من مزايا جهاز الليزر انه بيطلع لي التردد الوحيد ده مستقر ستيبل. يعني تشغله النهارده يديك التردد دوت، تشغله بكره يديك نفس التردد، ستيبل within a few هرتز. ودي مهمه جدا بالنسبه لنا في تطبيقات كثيره على راسها عمليات القياس. طبعا الويف لينس ده لازم يماتش الرينج بتاع الويف لينس اللي هستعمله في الكاميرا لو انا بقيس. لو عندي عملية قياس وشعاع الليزر ده هيروح يتسجل بعد كده على كاميرا، يبقى لازم الكاميرا تكون قادرة على إن هي تصور الويف لينس اللي جاي من الليزر ده. برضو مهم جدا نقول إنه عين البني آدم بتشعر بالويف لينس من حوالي 380 نانومتر إلى 740 نانومتر فقط. الجزء ده على فكرة بالنسبة للإلكتروماجنيتيك راديشن كله يمثل يعني نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر على فكرة. يعني احنا بعينينا بنشوف جزء بسيط جدا 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 من كل ما يمكن في الحقيقه رؤيته. طيب يبقى اول صفه ان هو مونوكروماتيك، يعني تردد وحيد. ده انواع مختلفه من الليزر، وكل ليزر بيطلع طول موجي معين. ادي مثلا الهيليوم نيون بيطلع التردد الطول الموجي دوت، ادي الارجون ايون بيطلع دوت، وهكذا. لكن في ظاهره هنا عايزكم تاخدوا بالكم منها. كل دول هم في الفيزابل، كل دول في المنطقة اللي بنشوفها بعينينا، واللي الكاميرا بعد كده بتكون مظبوطة ضروري تسجل نفس الويف لينس ده. جميل جدا. الاندياج في الحقيقة بيطلع الويف لينس دوت 946 نانومتر، يعني بره المنطقة الفيزابل. طب يا ترى الكاميرا بتشوفه ازاي؟ علما ان هي كاميرا عادية، ما هياش كاميرا انفراريد، هي كاميرا برضه شغالة على الفيزابل ويفلينج. هنجاوب على السؤال ده قرب الآخر. الضوء اللي جاي من الشمس ضوء ما هواش مونوكروماتيك. يعني ايه ما هواش مونوكروماتيك؟ يعني فيه اطوال موجية مختلفة. بينما لو كان مونوكروماتيك كان هيبقى كله نفس الطول الموجي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ضوء الليزر مش بس مونوكروماتيك، الصفة التانية اللي في ضوء الليزر انه كمان كوهيرنت، كمان الموجات كلها ماشية بانتظام مع بعض. شوف دول مش ماشيين بانتظام مع بعض ازاي؟ شوف دي جابت المينيمم بتاعها في وقت كانت دي جايبة الماكسيمم، لكن هنا كلهم بيأيدوا بعض. الماكسيمم كله حاصل مع بعضه، المينيمم كله حاصل مع بعضه، الماكسيمم حاصل مع بعضه، المينيمم حاصل مع بعضه. الشيء ده طبعا بيقوي شعاع الليزر بشكل قوي جدا. فده المقصود بكلمة coherent، يعني constant relative phase، كلهم ماشيين in phase مع بعض. لو كان مونوكروماتيك بس كان هيبقى كده، بس ضوء الليزر اولا مونوكروماتيك، ثانيا كوهيرنت.
الضوء الأبيض العادي اللي جاي من الشمس أو من البطارية لا هو مونوكروماتيك ولا هو كوهيرنت، عشان كده ضوء ضعيف مش قوي زي ضوء الليزر. ضوء الليزر بنقول عليه كوليميتد. يعني إيه كوليميتد؟ يعني الأشعة كلها خارجة موازية لبعضها، parallel rays، كلها موازية لبعضها parallel rays. الضوء العادي زي ما أنت شايف الفوتونات ماشية ممكن عاملة زي كده، لكن ضوء الليزر كله خارج موازي لبعضه، ده برضه بيقوي. وده بيعمل ظاهرة جميلة جدا وبنحبها قوي، إنه تقريبا مفيش divergence. يعني إيه مفيش divergence؟ يعني collimated يعني خارجين الاتنين موازيين لبعض اهو. بص بقى، لو كانوا diverging، لو في divergence هيبدأوا إيه؟ يبعدوا عن بعض. لا، ضوء الليزر ممكن يتنوهم موازيين لبعض كده بدرجة كبيرة جدا لمسافة طويلة. الضوء اللي هو perfectly collimated زي ضوء الليزر بنقول عليه focused at infinity زي كده، بينما الضوء العادي divergent وكأنه جاي من نقطة بداية واضحة. شعاع الليزر عنده low divergence، آدي شعاع الليزر وهو ماشي ما بيفتحش قوي، شوف هنا قطره صغير ازاي، زاد حاجة بسيطة قوي. الضوء العادي لا، بيفتح بأنجل كبيرة، شوف هنا قطره صغير وبعد شوية بقى قطره كبير. بنقول على الظاهرة دي في الليزر low divergence، ودي نتاج طبيعي لأن هو الليزر متكون جوه الكافيتي، جوه اوبتيكال اكسيز داخل الكافيتي، فده نتاج طبيعي للشيء ده. الدايفرجنس ده صغير جدا، بيتقاس بالملي راديان، يعني بنعبر عنه بالانجل ديت، والانجل اللي بيتفتح بيها دي عاده بيكون بالملي راديان، وفي تطبيقات كثيره جدا اللو دايفرجنس ده مرغوب ومطلوب. في احيان كثيره الهاي كواليتي ليزر بيمز بتكون الدايفرجنس بتاعها اقل من 1 ملي راديان، اقل من 1 ملي راديان. البيم دايفرجنس الانجل ديت بتتقاس بالراديان 4 في الويف لينث على باي في الدايمتر الصغير بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما الويف لينث هيقل كل ما الدايفرجنس هيقل، وكل ما الدايمتر بتاعه في اقل نقطه الدايمتر موجود فيها اللي اسمها البيم ويست، كل ما الدايمتر ده يصغر كل ما هيكون الدايفرجنس كبير. ايه هو البيم ويست؟ البيم ويست هو النقطة اللي عندها الدايمتر بيكون أقل ما يمكن. تتميز هذه النقطة إنه الويف فرونتس فيها ستريت بينما هم كيرفد elsewhere else. يبقى دي شعاع الليزر كبرناه، هو في الحقيقة دايفرجنس الأنجل ألفا دي أقل بكتير من المرسومة قدامكم، ولكن ده لإظهار الوضع بشكل قوي. فالبيم دايفرجنس الفا هو 4 في لامدا على باي في الدايمتر، وادي الدايمتر بتاع الويست، واللامدا هي الويف لينث. في اي مكان في شعاع الليزر هنا نقدر بعد كده نجيب الدايمتر بتاعه، الدايمتر في اي حته من المعادله البسيطه دي. الدايمتر عند اي مسافه زد هي الدايمتر نود في الجذر ده، يعني بتعتمد بتزيد مع زياده المسافه طبعا، وكل ما هيكون الويفلينس أعلى كل ما هتزيد أكتر. ضوء الليزر عنده جاوسيان انتنسيتي ديستريبيوشن. يعني إيه؟ يعني ضوء الليزر، أدي جهاز الليزر أهو بيخرج الليزر، الليزر بقى قوي جدا في النص، في السنتر هنا الإضاءة قوية جدا وفي الأطراف بتقل. يعني أنا لو رسمتها هلاقيها كده، أدي الإضاءة في النص عالية جدا وقوية جدا وفي الأطراف بتقل. جاوسيان انتنسيتي ديستريبيوشن، لو جيت رسمت انا توزيع شده الاضاءه هلاقيها بهذا الشكل، جاوسيان انتنسيتي ديستريبيوشن، يعني اقصى ما يمكن في المنتصف وفي الاطراف بتقل. مثلا في ال دي اي وعملنا له محاضره دوت لوحده، ارجعوا لها جميله، هتلاقي ان احنا بنعرف البيم دايمتر عند النقطه اللي الانتنستي بتاعتها شده الاضاءه فيها 13.5% من القيمه العظمى هنا من الماكسيمم، يعني دي الانتنستي الماكسيمم
13.5% من الماكسيمم تجيب النقطة اليمين، 13.5% من الماكسيمم تجيب النقطة الشمال، وبنعتبر إن هو ده بس الديامتر بتاع الليزر بيم. هو ده بس. يعني كأن المناطق دي مش موجودة. كأن أي حاجة الانتنسي فيها أقل من 13.5% مش موجودة. ال 13.5% دي اسمها 1 على اي سكوير بوينت. 1 على اي سكوير بوينت. إضاءة الليزر هي ترانسفيرس ويف. طب يعني إيه ترانسفيرس ويف؟ يعني ويف الميديم بيتهز فيها عمودي على اتجاه البروباجيشن بتاع الويف. شوف هنا الويف بتنتقل ازاي؟ شوف الويف بتنتقل ازاي؟ الويف كانت هنا، بقت هنا، بقت هنا، لكن اتجاه ال vibration بتاع الميديم عمودي على اتجاه حركة الويف. الليزر لايت هو نوع من الترانسفيرس ويف، واللايت عموما الإضاءة عموما هي نوع من الترانسفيرس ويف. طيب يعني ايه ترانسفيرس ويف؟ لو حد لسه مش واخد باله يعني ايه ترانسفيرس ويف، هي عكس اللونجيتيودينال ويف. لونجيتيودينال ويف، اللونجيتيودينال ويف زي كده، حركه الميديم في نفس اتجاه انتشار الويف زي ما انت شايف في مجموعه الرسومات دي. حركه الميديم في نفس اتجاه الويف. فاذا الاضاءه عموما هي ترانسفيرس ويف مش لونجيتيودينال ويف. يبقى اذا قلنا انه اضاءه الليزر ديت مونوكروماتيك، ليها طول موجي وحيد وتردد وحيد، هي كوليميتد، هي كوهيرنت، هي فيري لو دايفرجنس، هي ترانسفيرس ويف. حاجه كمان، اي موجه ضوئيه بيكون دايما معاها مجال مغناطيسي ومجال كهربي متعامدين على بعض. ادي الضوء اللي خارج من البطاريه اهو، دايما معايا مجال كهربي ومجال مغناطيسي متعامدين على بعض. ولكن في الضوء العادي، الضوء العادي بيبقى اسمه unpolarized، زي ضوء الشمس، ضوء الشمعة، ضوء اللمبة اللي في الأوضة، بيكون المجال الكهربي والمجال المغناطيسي متعامدين على بعض لكن موجودين في كل الاتجاهات. يعني هنا في مجال كهربي وعليه متعامد عليه مجال مغناطيسي، وهنا كمان فيه، وهنا كمان فيه، وهكذا. لكن ضوء الليزر لا، جمعنا ده كله في اتجاه واحد بس، بقى عندي مجال كهربي واحد ومجال مغناطيسي واحد متعامد عليه. عملية التحويل من unpolarized light إلى polarized light اسمها polarization. يعني إيه polarization؟ إذن يعني إن أنا جبت الضوء العادي وحولته إلى ضوء بيكون فيه مجال كهربائي ومجال مغناطيسي متعامدين على بعض، موجودين في اتجاه واحد بس. زي ما أنت شايف هنا كأنه عدى من الفلتر ده، بس المجال الكهربي ده موجود في هذا الاتجاه، أي اتجاه تاني خلاص ما عادش موجود. وطبعًا في مجال مغناطيسي متعامد عليه. هتلاقي كتير لما بنشرح هذه الامور احنا دايما بنرسم المجال الكهربي بس، مجال المغناطيسي ما بنرسموش. ليه ما بنرسموش؟ لانه معروف بالضروره انه موجود وبالضروره متعامد على المجال الكهربي. فدايما المجال الكهربي بيترسم زي ما انت شايف هنا، والمجال المغناطيسي مفهوم ان هو متعامد عليه. المجال المغناطيسي ده عهده يعني ما نقدرش نوديه في حته، موجود دايما بس مش بالضروره بنرسمه. linear polarization يعني المجال الكهربي ده بيوصليت in a single direction، بيوصليت in a single direction بس، عكس الـ unpolarized light اللي كان المجال ده موجود في كل الاتجاهات. الليزر ممكن يكون مستمر زي كده، ادي الانتنسيتي مع الزمن وده المستعمل عادة في الـ LDA، مستمر. وممكن يكون pulsed. يعني ايه pulsed؟ يعني باخد طلقة من الليزر ثم مفيش، ثم طلقة تانية، ثم مفيش، ثم طلقة كمان، وهكذا. الطلقة الواحدة ممكن يكون زمن استمرارها هي نفسها بالنانو ثانية، بالنانو ثانية. النانو يعني 1 × 10^9، خلاص بالنانو ثانية يعني 1 على مليار من الثانية. وبين الطلقة والطلقة ممكن يبقى عندي مثلا 1 × 10,000 من الثانية، يعني اخد 10,000 طلقة في الثانية، وكل طلقة تستمر زمن ضئيل جدا جدا جدا، يقدر ب
شوية نانو سكندز، يعني فيو نانو سكندز، حيث النانو ثانية هي واحد على مليار من الثانية. ادي الليزر الكونتينيوس وادي الليزر البلسد. البلسد ده بيكون في البي اي في، ما يمكنش تعمل تايم ريزولفد بي اي في بدون ما تكون عندك بلسد ليزر. يبقى اذا ملخص القول، اللمبه العاديه ما هياش مونوكروماتيك، ما هياش كوهيرنت، ما هياش كوليميتد، ما هياش بولارايزد، وكمان هي الدايفرجنس بتاعها عالي. اضاءه الليزر كلهم نفس التردد، نفس الطول الموجي، ماشيين بنظام مع بعض، موازين لبعض، الدايفرجنس بتاعهم قليل جدا، وكمان لينيرلي بولارايزد. وانا بتحكم بقى من المكنه اطلعه كونتينوس او اطلعه بالسد. حيث ان ضوء الليزر قوي جدا بهذا الشكل، خلينا نتكلم بسرعه على الحمايه المطلوبه لما تيجي تتعامل معاه. النضاره دي بنقول عليها جوجل، جوجل بيخبط فيها ضوء الليزر ما بيعديش لعينيك وبيرتد تاني. تعال نتكلم شويه صغيرين عن القصه دي، السيفتي ويز ليزر لايت. الضوء باعتباره الدايفرجنس بتاعه قليل جدا ما بيفقدش طاقه وهو ماشي. هو ضوء الليزر ماشي اهو، ماشي اهو، ماشي اهو، تقريبا ما بيفقدش طاقه لغايه ما لا قدر الله يوصل الى الشبكيه، فده اللي احنا عايزين نمنعه، فبنحط النظاره هنا عشان تمنعه. اهم شيء في المساله دي انك تتاكد كويس قوي ان النظاره دي الداتا شيت بتاعها بيقول ان هي بتشتغل في الويف لينس اللي الليزر بيكون موجود فيه. جزء اساسي من الحمايه في الليزر اللي هو في الفيزابل ويف لينث انه عينك هتقفل يا بطل لوحدها. بص عينك هتعمل ازاي، اوتوماتيك هيحصل لها البلينكينج ده، بس في مشكله، الحكايه دي هتاخد 250 مللي ثانيه، فلو قوه الليزر قويه جدا 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 لا ممكن يحصل ضرر قبل الايه، قبل ما تكون لحقت انت تقفل عينك. والحكايه دي بتكون اكثر ما يكون في البلسد ليزر، لان البلسد ليزر بطبيعته لو بصينا عليه بطبيعه البلسد ليزر هو بيخزن طاقه، فبتلاقي شده الاضاءه في الزمن القليل قوي ده عاليه جدا نتيجه ان هو خزن 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 واطلق طاقه كبيره في هذا الزمن القليل. حاجه بقى اللي كنت قلت لكم عليها من شويه، فاكرين دي لما قلت لكم الاندياك بيطلع في 946 نانومتر؟ طب هو ازاي في الاخر ده الاندياك بيستعمل في البي اي في، والبي اي في بيصور بكاميرا ما هياش انفراريد ولا حاجه، بينما ده في الانفراريد. اللي بيحصل انه بيتكون جوه مكنه الليزر في 946 نانومتر، يعني بيتكون جوه مكنه الليزر في الانفراريد، ثم في ديفايس صغيره جوه قرب الاخر قرب المخرج اسمها فريكوانسي دابلر بتاخد التردد ده تحوله الى حاجه في الفيزابول، تجيبه لي هنا على الفيزابول اهو، الاندياج اهو يجي هنا في المنطقه الفيزابول. معنى هذا الكلام ان مكنه الليزر من جوه فيها حاجه انفراريد، ليزر قوي جدا انت اصلا مش شايفه، انت اصلا مش شايفه، ماشي، بس مصنع عامل احتياطاته من خلال انك انت مستحيل تعرف تفتح المكنه وتشغلها وهي مفتوحه. طب الراجل بيصلحها ازاي؟ مش هقول لك، الراجل عنده تكنيك معين بيستعمله يسمح له، انا شفته وهو بيصلحها، يسمح له انه يفتح المكنه ورغم ان المكنه مفتوحه وهو شغال جواها والغطا مش موجود والليزر طالع ومفيش حاجه، يعني مفيش غطا على الليزر ده، هو بيعمل تريكه انا مش هقول لك عليها، تسمح له انه يطلع الليزر رغم ان هو المكنه مفتوحه. لكن انت ما تخافش من الجزئيه دي لانه جنرالي الانفراريد ده هيكون جوه المكنه والمكنه مقفوله، انت اصلا مش شايفه ومش هيوصل لك ابدا الا لو انت عرفت الراجل بيشغلها ازاي رغم بعد ما فتحها، بعد ما شال الكفر من عليها. الليزر والسيفتي بتاعت الليزر بنصنفها كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4. كلاس 1 ده 1 1 ام، 2 2 2 ام، 3 3 ار و3 بي، وكلاس 4. تعالوا كده بسرعه نشوف الكلاس دي معناها ايه، وده طبقا للمواصفه دلهيه. طيب كلاس 1 دوت ببساطه هارمليس، غير مضر اطلاقا نهائيا. كلاس 1 ام غير مضر الا في حاله واحده، ان انت عن عمد وعن قصد تجيب بقى عدسه مكبره وتبص فيه، ساعتها يبدا يضرك. كلاس 2
اصعب شويه، غير مضر في الفيزابل ريجيم، في المنطقه الفيزابل مش هيضرك. اشمعنى؟ لانه عينك هتقفل اوتوماتيك وزين ال 250 مللي ثانيه. كلاس 2 ام غير مضر الا لو انت جبت في الفيزابل، هو غير مضر في الفيزابل ريجيم الا لو انت رحت جايب ماجنيفاينج جلاس، جبت عدسه مكبره او تلسكوب وبصيت فيه. كلاس 3 ار ابتدى يبقى مضر طبعا، خطر على العين. كلاس 3 بي خطر على العين وخطر على الجلد. كلاس 4 وده هتلاقيه ووتر كولد كمان، يعني الليزر قوي جدا لدرجه انه بيتبرد بالميه، ده خطر على العين وخطر على الجلد وكمان دينجر اوف فاير اند اكسبوجر. يبقى انا علشان احمي نفسي من شعاع الليزر وانا شغال لازم ابقى عارف الكلاس، ماشي؟ لو هو كلاس 1 لو هو كلاس 2 خلاص يبقى انت تمام. لو كلاس 3 كلاس 4، انا اشتغلت بكلاس 4 كتير ما فيهوش اي مشكله اطلاقا، بس لازم تلبس النظاره، نظاره الجوجل دي لازم تلبسها، ولازم تتاكد انه مش هيخبط في جلدك. وهو بصراحه مش هيخبط في جلدك الا لو انت يعني ارتكبت خطا فادح، يعني هو الطبيعي خارج من مساره رايح على الشيء اللي بيصوره، ما تجيش انت تحط ايدك في النص هو مش هيخبط فيها. ايه الليزر لايت امتى يسبب مشكله؟ امتى قلقانه من القصه دي؟ الحكايه دي هتعتمد على الباور بتاعته، الدايفرجنس، مشي قد ايه قبل ما يوصل لي، الويف لينث بتاعه، والسبب في كده ان الويف لينثز المختلفه بتاثر تاثيرات مختلفه، الاكسبوجر قد ايه. لو هو فيزابل احنا اتفقنا انه اخر يعني اقصى زمن يقدر ياثر فيه هو ال 250 مللي ثانيه. هل اتحرك جوه العين ولا لا؟ انهي جزء في العين اتاثر؟ هل كونتينوس ولا بالست؟ واتفقنا ان البالست ممكن يكون اخطر. اذا حصل يعني، وده شيء نادر جدا، ان حد ما كانش لابس النظاره يعني ممكن يشوف اشكال كده غريبه تستمر 15 دقائق. اذا استمرت اكثر من كده يبقى هو محتاج يكشف عند طبيب عيون، والتجنب كل ده تلبس النظاره حضرتك من الاول. كان معاكم الدكتور عبد الماجد ابراهيم عيسوي، استاذ مساعد في هندسه القاهره. نامل تكونوا استفدتوا النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله.